طبعا مصطلح او عباره الاهلي في كل مكان تشمل ايضا ابناء النادي الاهلي اللي حققوا نجاحات مع النادي الاهلي داخل الملعب، ثم خرجوا بافاق هذا النجاح الى خارج حدود النادي الاهلي الى تجارب نجحت بالفعل واستمرت لاعوام طويله وما زالت تحقق نجاحات في مجالات اخرى، الاعلام الرياضي، الصحافه والنقد الرياضي، ايضا مجالات اخرى من العمل الرسمي في قطاعات مختلفه من قطاعات الدوله، كل المجالات، مجالات ايضا خاصه بالتدريب ولو بعيدا عن النادي الاهلي، الاهلي في كل مكان بابنائه، بتاريخه، بامكانات كل عناصره التي تخرج بهذا الاسم ومن هذا الاسم وارتباط بهذا الاسم الكبير والعريق النادي الاهلي الى مزيد من النجاحات تبني على النجاح الذي حققته فيما مضى مع النادي الاهلي بمزيد من الخطوات و الانجازات في مجالات مختلفه. من هذه الاسماء ضيفنا النهارده اللي بنسعد بوجوده معانا الناقد الرياضي الكبير والرئيس السابق للاتحاد او الاسبق للاتحاد المصري لكره القدم ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن عصام عبد المنعم. كابتن عصام مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا بك. سعيد بوجودك معانا النهارده. سعيد لي انا. كابتن عصام هنبدا مع حضرتك، مع مشاهدين عندنا تساؤلات كثيره عن هذا المشوار، ولكن ابلغني منذ قليل او عرفت عن طريق زملائي انه في اتفاق اعلنه طبعا زميلنا العزيز الصديق العزيز الاستاذ والنقد الرياضي الكبير الاستاذ ايمن بدره مدير القناه، انه التقت الرغبتان، رغبه مجلس اداره النادي الاهلي ورغبه اداره القناه الحاليه في ان تكون اولويه الظهور للمسؤولين في النادي، عندنا لقاءات تاتي تباعا ان شاء الله حرصا على تقديم كل ما يتعلق بالاخبار الحصريه وبخطط العمل داخل النادي في كافة القطاعات وفي الرياضات ومجالات العمل المختلفة في النادي من خلال شاشة قناة الأهلي، وهنبدأها مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي يوم الأربعاء إن شاء الله، ويليه في الأيام القادمة أيضا لقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، كل نجوم وكل المسؤولين في قطاعات مختلفة في النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون دائما أبدا الأولوية وجزء من رؤية ورغبة مجلس الإدارة في النهوض بكل شؤون النادي ومنظومة النادي الأهلي بما فيها قناة الأهلي يساعد على هذا الأمر ويدعم هذه التوجهات وهذه القرارات. كابتن عصام عبد المنعم، خلينا نبدأ مع حضرتك بذكرياتك كلاعب كرة، كحارس مرمى في النادي الأهلي. ايه الحاجه اللي دايما بتفتكرها لما تفكر في تجربتك كحارس مرمى مع النادي الاهلي وانتمائك لاعوام الى هذا الفريق داخل الملعب لفتره حققت فيها نجاحات مع الفريق، فاكرها ازاي وايه العناوين الرئيسيه اللي دايما بتفتكرها او ما بتنساهاش ابدا؟ يعني الاحساس بانه النادي الاهلي ليس مجرد فريق لكره القدم او مكان بتعد فيه ناس عشان يبقوا أبطال في رياضات مختلفة. النادي الأهلي الحقيقة من بدايته ولغاية دلوقتي أرجو ذلك بيعتمد مجموعة قيم بتسبق الفوز وبتسبق تحقيق الانتصار، قيم فيها كثير من المثالية رغم انه يعني العصور بتتوالى ومسألة المثالية دي بتبقى صعبة، انما انا اذكر يعني في البداية كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال، يطلق عليه ابو الاشبال، احنا كنا يعني من الجيل الثاني اللي في اشبال النادي الاهلي، وكان الكلام اللي بيقوله لنا لما بنجتمع في حاجة أنا مش قادر أنساها، بيقول لك اللي هيسقط في المدرسة ما يجيش، احنا مش عايزين النادي الأهلي ما بيبقاش فيه لعيبة جهلة، ما فيش لعيب يبقى فاشل ومش مهتم بدراسته واحنا مهتمين بيه كلاعب بالظبط، واللي عنده مشاكل في النواحي الدراسية يجي ويقول لي واحنا هنتولى ان يبقى فيه مدرسين يساعدوه. فالمسألة العلاقة هنا بقى من هنا بتبتدي علاقة الانتماء للنادي وانه احساسك بانه انت ده بيتك اللي بتحافظ عليه وبتدافع عنه، ومسألة ان انت حضرتك قلت ده مهم جدا ان المكان ده عشان تنتمي له وتنجح فيه لازم تبقى ناجح في حياتك في الجوانب التانية. هي دي انا يعني هي المسألة كمان، اصله ده كان وقت فاصل تاريخي ما بين انه معظم اللعيبة كانوا ما فيش تعليم
كانوش بيهتموا بمساله التعليم، ويعني ما كانش مشكله، ما حدش بياخد. يعني دلوقتي الوضع مختلف، لكن ساعتها كان وارد جدا ان انت خلاص بتلعب وبتاخد مكافاه ولا حاجه، فبتبتدي يعني تهمل المساله. كان الجانب، حضرتك هكمل كلامك بس بما انك ذكرت المكافئات، الجانب المالي هل كان ممكن الاعتماد عليه بشكل كافي وقتها؟ لان التقرير ذكر انه مثلا اول مكافاه حصلت عليها كحارس مرمى او كلاعب مع الفريق كانت 5 جنيه، هل الارقام ايام، هل ده صحيح؟ هل كانت الارقام تكفي للاعتماد عليها في الوقت ده؟ يعني هو 5 جنيه عن مباراه، انما انت كنت ممكن يعني ربنا يكرمك تطلع لك في شهر ب 20 30 جنيه في الوقت ده، كان مبلغ اكتر من كافي. فده يعني انا كنت باجي من مصر الجديده لما بقيت لعيب في الدرجه الاولى، باجي من بيتنا على النادي الاهلي بتاكسي، بقى مش هركب اتوبيسات، ب 25 قرش او 24 قرش. فيعني المسائل كانت، فكانت المسألة تبدو انها مكافآت زهيدة، انما هي كانت لها قيمة بمعايير الزمن ده، بمعايير الزمن ده. لكن هي ابدا ما كانش المهم بالنسبة لنا ان احنا نكسب عشان ناخد فلوس، لان انت كنت بحاسس ان النادي الاهلي لو انت حصل اي حاجة هتلاقيهم في ظهرك، عندك مشكلة عندك. وكان احيانا بيحصل مساعدات لناس من ناحية اجتماعية، ما خدش فلوس في ايده كمان، واحيانا كانوا الولاد الصغيرين ولي امر هو اللي ياخد الفلوس عشان ناحية تربوية، يعني عشان الولد ما ياخدش، ما يتعودش انه الملعب او اللعب في الفريق في السن ده عشان الفلوس. لا هو وانا مش عايز ابقى في جيبه 10 12 جنيه لانه ما ينفعش يتساب مبلغ زي ده. يعني فهي القضية يعني كان في جوانب كتير جدا بتخلي النادي الاهلي مختلف، وبتخلي ان انت بتحس كمان ان انت يعني متميز عن اقرانك. وبعدين احنا كان عندنا ادج معنوي، عندنا حافز معنوي ان انت مثلا بنلعب في الدوري منطقه القاهره ولا احنا لابسين لبس هم ما يحلموش يلبسوه في العيد، يعني لبس النادي الاهلي هو هم عيني، يعني مسائل كلها فانيلات شرابات مختلفة وحاجات كده. النادي الأهلي كان معنويا بينزل كسبان في السن ده، لأن الولاد بيشوفوا فريق نازل بالشرابات إيه والحاجات كلها لازم تبقى مكوية، الشكل نفسه يخلي الفريق هو الأقوى قبل المباراة، يعني هما بيشوفوا عيني يقول لك إحنا هنلاعبهم إزاي، دول خواجات مش فطبعا النادي الأهلي الحقيقة يعني مدرسة في التفوق، يعني كيف تتفوق. التجارب كانت مفيدة قد ايه يا كابتن عصام؟ مواجهات مع فرق لها خبرات تانية في قارات أخرى، فريق زي بنفيكا مثلا، المباراة دي فاكرها ازاي وقيمتها في مشوارك كرياضي أو كلاعب كرة قدم؟ حتى يعني بنتكلم عن اللاعب دي، المصطلح ده بيسري على الجميع، حارس المرمى ولا بنفيكا؟ ده كان عادل هيكل يعني بنفيكا ما كانش حضرتك مشاركتش في المباراة؟ لا بنفيكا كان عادل هيكل، انما يعني لعبنا طبعا قدام فرق. ايه المباريات اللي حضرتك فاكرها من التجارب العالمية اللي هي فعلا عملت فارق وشايف ان استفدتوا فيها فنيا، او كان شكل المواجهات فيها مختلف عن المواجهات مع الاقران هنا في مصر؟ هو احنا يعني مباريات كتير، بس يعني اللي بيعلق بذهني اكتر هو النشاط المحلي. انما يعني في الفتره دي انا دخلت المنتخب وسني صغير، وبعدين لما سافرت ليبيا المنتخب بيديلك احساس، يعني نعد بقى الاهلي واخدين كام منه في المنتخب، الزمالك واخدين منه كام في المنتخب، فتره طويله من الزمن احنا الجيل بتاعنا الحقيقه اتحرم من النشاط المحلي بعد 67 لغايه 73 فتره الحروب والكلام ده. انما هي القضيه انه انت احساسك بالانتماء للنادي الاهلي ده شيء بيعصمك من حاجات كتير قوي. انت ما يصحش تتواجد في مكان لا يليق، لان انت بتمثل مرتبط بالكيان ده، فانت هتسيء الى يعني حاجات كتير قوي بتحمي ابن النادي الاهلي في الوقت ده. معرفش اليومين دول ايه، يعني ربنا يسهل وتكون زيها، يعني ان انت
يعني ما يتخدش على يعني النادي الاهلي ما يتلمش بسببك. هو اعتقد احنا في تصحيح انه فعلا زملائنا كانوا يقصدوا منشات اتكتب عن مباراه بنفيكا، مش بيتكلموا عن ان حضرتك شاركت فيها، هما بيتكلموا عن منشات عايزين نستشهد بيه لانه مشابه في مفارقه انه بيشبه الى درجه كبيره ما يكتب عن النادي الاهلي حاليا من تفوق في مواجهه اقرانه، ما كتب ايضا بعد هذه المباراه هنشوفه نسترجعه الذاكره مع حضرتك ومع مشاهدينا وتعقب عليه لما نشوف المنشات بعد قليل. لكن حضرتك بتقول انه كان النادي الاهلي من ينتمي اليه او من يصبح بداخل هذا الكيان خلاص اصبح لو صورته سيئه بتسيء للكيان كله، فيجب ان يلتزم لانه خلاص اصبح دلوقتي مرتبط عند الناس باسم وشعار وهذا الرمز النادي الاهلي. شوف هو اصله يعني زي ما بيقولوا كل وقت وله ادان. احنا كنا في عصر مختلف، يعني النادي الاهلي في عصر الهوايه بيطبق الهوايه كما ينبغي ان تكون. في عصر الاحتراف لازم يطبق الاحتراف كما يكون كما ينبغي ان يكون، لانه القيم اتغيرت، مش القيم الاخلاقيه، القيم المهنيه. ان انت بتلعب في النادي الاهلي انت ممكن بكره ما تبقاش في النادي الاهلي، وممكن يجي حد غيرك من مصر او من غير مصر يخش المنظومه بتاعه النادي الاهلي، لكن بيبقى ان انت في قالب، لو دخلت النادي الاهلي لازم تخش القالب ده مهما كنت بتعمل. ايه العناوين يعني الاطار لو قلت حضرتك ان القالب ده له اربع عبارات بتعبر عنه، يعني هي دي الاساس، هي دي الارض الصلبه اللي بيقف عليها هذا الكيان، وان اللي يدخل لازم يتطبع بالطباع دي او لازم يتشكل بالشكل ده والا مش هيقدر يكمل او مش هيقدر يكون موجود جوه الكيان ده. شوف كلها منظومه بتجمعها كلمه واحده هي الاحترام. احترام الكيان والشعار ده. احترام القياده. احترام القيم الاخلاقيه واحترام اسم النادي انك لا تسيء اليه. كل المنظومه قائمه على هذا الاحترام، واحنا بينا تعاقد. سواء كان بقى المساله تعاقد اخلاقي في ايام الهوايه او تعاقد احترافي دلوقتي، لكن انت بتمثل كيان لا يقبل 90%. يقبل منك محاولة 100%، قد لا تصل بس أنا أعرف إن أنت حاولت 100%، غير كده ولا يقبل إن أنت تقول أنا، لازم تقول إحنا. يعني فهي الحقيقة القيم دي، يعني أنا مبسوط طبعا إنه كابتن الخطيب بقى موجود، لأن هو مغروسة فيه القيم دي، فلما يبقى أكبر قيادة موجودة في النادي هي وبفكرني، لان انا في المهندس خالد مرتجي زعل مني لان انا في احد البرامج، بس المذيع كان يعني مش عايز اقول يعني مغرض، انما يعني داس فيها قوي، بنتكلم على رؤساء النادي الاهلي، فقال لي الفريق مرتجي من رموز النادي، فقلت له لا، يعني انا كان قصدي رموز النادي هي الناس اللي مثلت النادي في 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 كره القدم، انما ودول عدد قليل، رؤساء النادي العظماء كثيرين جدا، منهم الفريق مرتجي، منهم الفريق مرتجي. لكن حضرتك هنا بتربط كلمه الرمز بمن عاش داخل الملاعب او حقق نجاحات داخل الملاعب، يعني صالح سليم، محمود الخطيب هنا، فهي قد تفهم بشكل خطأ، لكن حضرتك هنا لا تقلل على الإطلاق من قيمة الراحل الكبير الفريق على المنتجي. الإطلاق على الإطلاق، إنما هو رمز رمز الفريق، رمز للفريق لأنه لبس الفانيلا، لكن ما قام به الفريق مرتجي من قيادة حكيمة جدا للنادي في الوقت ده، وما أدى إليه هذه القيادة من انتصارات، شيء لا يمكن التاريخ يغفله. أكيد، وهو كان راجل عظيم بكل المقاييس، في سواء في حياته المهنيه كقائد او في حياته الرياضيه مع النادي الاهلي،
وندين لي بالفضل كلنا في المسألة. لكن في تفكير حضرتك وتصنيف حضرتك بتصنفه من رؤساء النادي الأهلي العظماء، من أهم الشخصيات اللي تولت رئاسة النادي الأهلي. بالتأكيد بالتأكيد، ويمكن أكثر الناس اللي عملت بطولات. لا ده توضيح أكثر من كافي، وأعتقد كمان ما أعرفه شخصيا عن المهندس خالد مرتجي أنه شخصية برود مايندد، شخصية مستنيرة، وهيفهم كلام حضرتك ده بشكل أكثر من رائع. لا يعني أنا متأكد من كده، بس أنا خفت لا يزعل، لان انا ما استرجعت الكلام انه مش لا يعني ان لو نقلت اعلاميا فقط بالرد على انه ليس من رموز الاهلي ممكن تتاخد بحساسيه، يعني مش من رموز الفريق، مش من رموز الفريق، لكن لكنها يعني لكن ما تنكرش راي حضرتك كما قصدت طبعا. لكن هو يعني من العظماء اللي في تاريخ النادي الاهلي، واياديه البيضاء وعليا انا شخصيا. يعني عليا انا شخصيا الاول ما اتخرجت، لو حضراتكم طول الوقت بتتكلموا عليه، حضرتك كابتن محمود الخطيب، كابتن زيزو، كل النجوم الكبار اللي بنتكلم عنهم في الوسط الرياضي، في وسط ادارات الانديه، في المجال الاعلامي الرياضي، الكل دايما بيذكر دائما ابدا من الشخصيات اللي بيتكلم عنها. كل ما اتكلم عن تاريخ النادي وعراقه النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي وهذا المشوار والتاريخ المستمر بفضل الله سبحانه وتعالى، الكل دائما ابدا بيشير لاسم الفريق مرتجي، يعني مفيهاش خلاف يعني. وعلى المستوى الشخصي كمان، مش بس على مستوى انجازاته مع النادي الاهلي، اول ما اتخرجت رحت له قلت له انا اتخرجت، خدني من ايدي وداني الله يرحمه عثمان احمد عثمان، شغلني في المقاولين العرب، ودي كانت بداية يعني. على المستوى الاجتماعي والإنساني كان شخص كمان يعني يحب يساعد الناس وطيب ومعطاء، يعني كان أب لينا، وكان يعني الحقيقة من العظماء، يعني بلاش الرموز، لكن هو من العظماء، من عظماء النادي الأهلي. وأنا يعني أنا زعلان إنه اتفهمت المسألة كده. لا أعتقد الموضوع انتهى خلاص، حضرتك وضحتها بشكل كافي، وأعتقد الكل على درجة عالية من الوعي والثقافة، ويعرفوا مشاعر وتقدير الكابتن عصام عبد المنعم لكل هذه الأسماء الكبيرة، ومنها طبعًا الراحل الكبير الفريق مرتجي، فالموضوع مش هيكون محل جدل أعتقد كده يعني، ما حضرتك كمان حسمته بهذا التوضيح. نرجو ذلك. هنرجع للتراك الأساسي أو للمسار الأساسي للحوار، وإن كان مهم جدًا هذا التوضيح اللي حضرتك تفضلت بيه. هرجع لقضية النجاح مع النادي الأهلي. الوقت اللي حضرتك بتقرر تذهب لمجال اخر بعد كره القدم، هل بتلاقي اسم النادي معاك، وجودك كحارس مرمى ونجم من نجوم فريق الكره في الفريق، بيساعدك في اي مجال وبيساعدك على تحقيق نجاح تبنيه ويضيف لنجاحك مع النادي الاهلي؟ هل كان اسهل بعدها؟ الحياه بقت اسهل طبعا. انت لما تنتمي للنادي الاهلي بتبقى يعني محظوظ جدا، بس كمان عليك مسؤوليه، لانه لا يصح ولا يصح ولا يصح، ده لا في حاجات كتير قوي لا يصح ان تعملها، ان انت لابس فانيله النادي الاهلي، او انت منتمي، او انت محسوب على النادي الاهلي، فانت سلوكك لازم يبقى في مستوى معين بيحطك في اطار، يمكن هذا الاطار يحفظك من ان انت ترتكب سفاهات او تفاهات او حاجه زي كده، لانه انت بتنتسب لكيان عظيم جدا، ما صحش انه انت تسيء اليه. فهو شيله يعني، انت شايل شيله مسؤوليه ولابد ان انت تكون قد هذه المسؤوليه، وده يعني انا مش بشوفه انه عبء، دي بوصله بتخليك في مسارك تمشي صح. ممكن كنت تراجع حساباتك في وقت من الاوقات، التصرف ده لائق، ده مش مناسب، ده هعمله، ده لا، الوسط ده هكون مرتبط بيه، ده هبعد عنه خالص عشان انا بقيت اسمي ارتبط بالنادي الاهلي. ما هو الانسان في مجموعه محاذير بتوجهه، منها المحاذير الدينيه مثلا، لا ده حرام، المعايير الاخلاقيه، لا ده عيب، مساله بقى ان انت طول الوقت انا محسوب على هذا الكيان الكبير، ومش انا اللي يعني احط بقعه سوداء في الكيان، لا يعني احساس بالمسؤوليه عن ان انت لازم في كل تصرف بتبقى موجود تراعي صوره هذا الكيان، حتى يعني وانت بتلبس ايه، بتعمل ايه، يعني المسائل اللي هي فيها بدع، لا المسائل اللي هي فيها صراعات. يعني ده كمان أثر على حضرتك في أسلوبك كناقد لما اتجهت للنقد الرياضي وعملت في مؤسسة وفي صحيفة الأهرام، إنه ما شفناش كابتن عصام عبد المنعم أبدا جزء من عملية تراشق مع حد، تجاوز من اللي كان بيحصل أحيانا في الوسط الإعلامي الرياضي، يعني شفنا في سمت معين أيضا محافظ عليه كصحفي أو ناقد رياضي. وده الحقيقة يعني كل مدرب أو كل مسؤول في النادي أنا تعاملت معاه
رؤساء أندية، مديرين كورة، مدربين، لعيبة، رموز كبيرة، كل واحد من دول خدت منه حاجة، استفدت منه. يعني هي المسألة التربية بالقدوة، ده شيء مهم جدا. فهي كانت القدوة، انت مش عايز تشز عن المجموعة، لانه الناس كلها بتطمح للكمال وبتطمح الى انها تعمل لا كده، لا ما يصحش، ده ما يصحش ابن ممثل النادي الاهلي يبقى قاعد مثلا على قهوة في حتة مش مظبوطة. يعني لازم ايه، في كلاس معين وفي وضع معين، لازم انت كل تصرف بتتصرفه محسوب عليك وعلى الكيان، محسوب على الكيان اللي انت بتحبه، ده اللي انت منتمي، اللي انت محتمي بيه. خلي بالك انت محتمي بيه، لانه يعني لو انت حصل لك اي مشكلة حتى خارج اطار، لازم تتصل بالنادي، والنادي باتصالاته هو اللي فهو ظهرك، فما صحش ان انت يعني تسيء لهذا السند. بالظبط. طيب انا هسأل سؤال اخير عن فنيات كرة القدم بين الماضي والحاضر، وبعدين هننتقل لبعض الامور الاخرى المرتبطه بمسار حضرتك في الاعلام الرياضي وفي المسؤوليه العامه او في مجال العمل العام، ومنها رئاسه اتحاد الكره او الاتحاد المصري لكره القدم. بصراحه كابتن عصام، بعض الناس بيقولوا الكره زمان كانت اسهل، المواهب كانت اكثر واكثر غزاره واعلى فنيا، المواهب الفطريه، ولكن طرق الدفاع والتنظيم الخاص بالفرق وطرق التاكتكس والامور الخاصه بالفتنس والقوه البدنيه والسرعات ما كانتش في الحسابات زي دلوقتي. فبيقولوا الكرة دلوقتي أصعب كتير كتير، والمشقة فيها أعلى، وإن كانت المواهب أعلى بكتير في الماضي. رأي حضرتك في موضوعية الكلام ده، وقارن لنا سريعا بين ما تراه عن جيلك من اللاعبين والأجيال يعني القريبة منه، وعن الجيل الحالي ومستوى الأهلي في الجيل ده. لا، الكلام ده مش صحيح. الكلام ده فيه كثير من السطحية. يعني أنا برضو هضرب لك أمثلة. أو لا، ممكن حضرتك تقول لنا الكلام كله 100% غلط، ده رأي بيتقال، ممكن حضرتك ترد عليه بحرية كاملة. لا، ما هو يعني إيه، احنا الناس اللي شافت يوسف وهبي زمان، ده عملاق المسرح، انما الطريقه اللي بيمثل بيها لو اتعملت دلوقتي الناس تموت من الضحك وهو بيعمل دراما، لانه ما بقتش مناسبه للعصر. المقاييس اختلفت والاذواق اختلفت والخلفيات عند الناس والاكسبوجر، التعرض لمنظومات مختلفه من الثقافات والفنون والكلام ده، تطور، حصل تطور مستمر. هذا التطور بيبقى على حساب انه الماضي يصلح لوقته، يعني كل عمل ابداعي يصلح لوقته باستثناءات قليله جدا. يعني الاهرام مثلا، دي هتفضل الاهرام طول عمرها كده، مش الاهرام الصحيح، الاهرامات يعني الـ يعني في حاجات هتفضل، لكن كل سلوك انساني بيحل عليه التقادم، وبتبقى المسألة تقييمها مختلف، ما تقدرش تحكم بنفس المقياس على أداء في عصور مختلفة، ما تقدرش تقول الكورة بتاعت زمان والكورة بتاعت دلوقتي والكورة بتاعت بكرة، كل حاجة مناسبة. ده تقييم غير عادل، لما الناس تعمل كده دي مقارنة غير عادلة، لأنه أما تقيم أو تنظر للكورة في الستينيات والخمسينيات بمعايير دلوقتي، يعني أنت في كورة في وقت من الأوقات كانت بتلعب وهي متدككة برباط، لو ضربت هيدز تتفتح لك حاجبك لو جت في الحته اللي فيها الرباط. وفارق التكنولوجي في الطب الرياضي وفي الجراحات وفي التاهيل والجام يعني والاجهزه كلها، لكن الناس كانت بتتعامل معاها بحرفيه في وقتها، زي الكوره بتاعت الستينات زي الكوره بتاعت دلوقتي، كل وقت ولو هل كان في تشابه؟ هل الحاجه اللي نقدر نقول انها كومن، انها مشتركه طول الوقت ومع تعاقب الاجيال الى يومنا هذا، هي تفوق وتفرد النادي الاهلي دائما ابدا، انه الاكثر حصولا على البطولات، الاكثر تركيزا، الاكثر قدره على امتاع جمهوره وارضاء جمهوره بعدد وافر من مرات الفوز والاهداف هي الحاجات اللي ما بتتغيرش وسبب انتصارات، اللي هي القيم. القيم ما بتتغيرش، يعني ان الفريق يبقى اولا وانا ثانيا، ده ما بيتغيرش، وده موجود في النادي الاهلي، انه زميلي قبلي برضو، وان انا اغطي على خطأ زميلي، مسائل الاخلاقية دي ما بتتغيرش، انما بتتغير نواحي فنية، نواحي مهارية، لكن الانتماء للنادي وان انت تضحي. يعني انا ابقى شايف لو دخلت في الكورة دي دماغي هتتفتح، اعملها ودماغي تتفتح علشان امنع هدف انه يجي في النادي الاهلي.
هل هي من مبادئ النادي الاهلي اللي حضرتك بتقول انها مستمره مع مرور الزمن ولا تتغير، فكره اني بلعب كل منافسه وكل مباراه من اجل الفوز دايما طموحي الوحيد؟ هي منظومه القيم. نعم، دي من منظومه القيم. من منظومه القيم قيمه نعم. تشريف الشعار وقيمه ان انت النادي الاهلي العالم ويفضل والنادي نعم. الاهلي نمره واحد لازم يبقى نمره واحد، نمره اثنين فشل ذريع تيجي في في نعم. في نادي تاني الخامس بالنسبه له انجاز. طبعا هنتقل مع حضرتك سريعا الى المملكه العربيه السعوديه، تجربه الاهلي في كل مكان وانديه اخرى في دول عربيه شقيقه وصديقه لمصر، خرجت هذه التجربه مع شعار واسم النادي الاهلي مع اسم النادي الاهلي، وتكررت التجربه بمؤسسات رياضيه عربيه اخرى في هذه التجربه السعوديه تحديدا. نتحدث عن نادي اهلي جده، ومعنا على الهاتف الزميل الصحفي الاستاذ عبد الرحمن مشبب الصحفي بجريده الرياضيه السعوديه. استاذ عبد الرحمن اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ محمد، احييك والكابتن عصام عبد المنعم، وتشرف في مداخلتي في هذا القناه الرائده. واحنا سعداء بمشاركه حضرتك معنا طبعا. استاذ عبد الرحمن، الله يسلمك، هل كان نجاح النادي الاهلي وخروجه بهذا الشكل منذ نشاته وحتى الان، انطلاق هذه المؤسسه وهذه المنظومه الرياضيه الناجحه، هل كانت عامل رئيسي في تكرار التجربه تحت نفس الاسم وان كانت منفصله اداريا عن الكيان المصري، تجربه سعوديه، تجربه اماراتيه الى اخر هذه التجارب في دول عربيه شقيقه؟ يعني حضرتك ممكن تكلمنا عن بعض التفاصيل المتعلقه بتجربه خروج نادي ومؤسسه اهلي جده للنور وتحقيق نجاحات فيما بعد؟ والله نشوف اذا تبدا احنا طبعا بالنادي الاهلي المصري، نادي نعم. يعني عمره تجاوز ال 100 عام، وهذا النادي العريق يعني اللي يعتبر يعني لما يطلق اسم الاهلي على طول اول ما يتبادر ذهن العرب كلهم يمكن الاهلي المصري. نعم. المسمى هذا الاهلي بالذات يعني في اكثر من تقريبا 17 18 نادي عربي يحمل هذا الاسم زي ما ذكرت لك، بما ان القدوه والنادي الاهلي المصري بحكم يعني اقدميته. النادي الاهلي السعودي اذا بنتكلم عن العلاقه بين الناديين لابد ان نستذكر الراحل الامير عبد الله الفيصل. هذا الرجل اللي اسس النادي الاهلي يعني تاسيس او عمل نقله نوعيه لهذا النادي، وكان رحمه الله محبا، كان محبا كبيرا للنادي الاهلي المصري. نعم، رئيس شرف النادي. نعم، ورئيس شرف النادي الاهلي المصري. نعم، النادي الاهلي، وحتى اعتقد الان في قاعه باسم الامير الراحل عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي. نعم، ما اذكر سميت باسمه. ده صحيح. هذه العلاقه يعني قديمه، وكان هناك تبادل للاعبين، وكان في مرونه يعني لاعبين النادي الاهلي المصري والسعودي والعكس، يعني في تبادل مشاركات ايضا يعني على سنوات طويله، وحتى اذا بنستعمل حتى من على الكره السعوديه يعني مع الكره المصريه من عهد الراحل الامير فيصل الذهبي وسمير زاهر وكاس السوبر، كل هذه العلاقه يعني هي علاقه مستمره، يعني اخر ما وصلت العلاقه باستمرارها مع معالي المستشار تركي آل الشيخ والمشروع الاستثماري الضخم الكبير مع النادي الاهلي. نعم. وهو طبعا رئيس شرفي للنادي الاهلي. نعم. العلاقه يعني انت تتكلم على علاقه اكثر من 50 سنه و60 سنه بين الناديين. نعم. هل في المملكة العربية السعودية عندما تحدث مباراة مهمة في المنافسات المصرية أو بين نادي مصري رائد مثل النادي الأهلي وفريق أفريقي أي فريق في القارة الأفريقية، هل نجد مشجعين، هل في قطاعات من المشجعين أيضا تحب الأندية وتدعم وتتابع لقاءات الأندية المصرية وخاصة النادي الأهلي، هل له شعبية في المملكة العربية السعودية أم لا؟ جدا، انت ما تتخيل الشعبيه للنادي الاهلي، ويمكن انا ما اقولها، فانا كنت المنسق الاعلامي في ارضيه ملعب مباراه الشباب اعتزال فؤاد انور والاهلي المصري. نعم. وكان لنا زملاء وكان في حتى جماهير، طبعا بالتاكيد الجماهير السعوديه حاضره، كانت يعني اقدر اقول انها متعاطفه جدا مع النادي الاهلي المصري. في يعني يكفي ان النادي الاهلي يعني نادي قياسي، ارقام قياسيه حققها عجيبه في البطولات. انا يمكن اتجاوز المقارنه مع الانديه المصريه الاخرى مع احترامي لها وعدم تقليل منها، لكن انا يمكن ابدا اقارنه على مستوى القاره الافريقيه. اذا ما اعتلى القاره الافريقيه وهو في قمه القاره الافريقيه، مشاركاته في كاس العالم للانديه، مشاركاته القاريه يعني نجومه، يعني الحين اليوم نشوف محمد صلاح ما شاء الله من اللاعبين المصريين اللي يعني من اهم اللاعبين المصريين في الدوري الانجليزي، ثاني هدافين في الدوري الانجليزي.
فتجد تعاطف كبير من لان الجمهور بشكل عام يعشق البطولات، الجمهور يعشق الاهداف، الجمهور يعشق النجوم والمهارات، وهذه متوفره في النادي الاهلي. نعم. من الطبيعي ان اغلبيه الجماهير تميل او تشجع النادي الاهلي في مشاركاته الخارجيه. اخيرا استاذ عبد الرحمن، هل احيانا يحقق النادي الاهلي المصري تجربه ما في الاداره الرياضيه، في الاداره الخاصه بالمنشات، بالخدمات، بالاستثمار، ويحذو حذو القائمون على إدارة الأمور في نادي أهلي جدة؟ هل هناك اتصالات دائمة وعلاقات يبنى عليها تكرار تجربة ناجحة ما حققها النادي الأهلي المصري هناك في السعودية؟ أكيد، إحنا شفنا كذا مشاريع يعني، وكذا أمور إدارية حتى بين الناديين، وكان فيه حتى علاقات قوية في هذا الخصوص. يعني نادي الأهلي السعودي بالتأكيد أنا بيستفيد من تجربة نادي الأهلي المصري في كثير من الامور، وهذه يعني هذا من اسباب يعني نجاح وانتقال النادي الاهلي في امور وتقدمه في امور كثيره، يعني حتى على مستوى الفئات السنيه، على مستوى المدربين، على مستوى النجوم، وكثير ايضا من الامور الاداريه. انا بتجاوز الامور الفنيه واتكلم عن الامور الاداريه تحديدا وكيفيه ادارتها بالنسبه للنادي الاهلي، نادي الاهلي جدا. أخيرا أيضا أشار الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت في حوار سابق معنا على شاشة قناة الأهلي إلى أننا بصدد تجربة متكاملة في التوأمة وانتقال اللاعبين بين البلدين الشقيقين في بورصة كرة القدم وفي بورصة الانتقالات في عالم كرة القدم، وبدأت بانتقال مجموعة من نجومنا إلى الدوري وإلى الفرق المشاركة في الدوري السعودي. كيف تقيم تجربة النجوم المصريين وبخاصة بشكل خاص مثلا نجم النادي الأهلي والكرة المصرية مؤمن زكريا الآن في السعودية، وهل نتوقع على الجانب الآخر قريبا وجود لاعب أو أكثر من اللاعبين المتميزين في المملكة العربية السعودية هنا في الدوري المصري؟ خليني اخذ الشق الاول. انت تتكلم على يعني اذا استثنينا اللاعبين البرازيليين، طبعا هم اللي يتربعون على قمه التواجد في الدوري السعودي، يعني 23 لاعب برازيلي في الدوري السعودي، يجي بعدها على طول اللاعبين المصريين. نعم. 12 لاعب مصري في الدوري السعودي، واذا رجعنا للتاريخ من ايام اشرف قاسم وبركات اسلام الشاطر وغيرهم من النجوم، هو امتداد. يعني انت لاحظ الان 12 لاعب في الدوري السعودي، اذا اخذنا فقط بس التعاون في 3 لاعبين مصريين، طه الحضري، عماد متعب، مصطفى فتحي، يعني احنا عندنا 6 اجانب يلعبون اساسيين في التشكيله، نصف الفريق هذا الاجانب أو ما قدرت انهم اجانب، هم طبعا من العرب اللي هم المصريين. نعم. هذا دليل على تاثير اللاعب المصري، تواجد اللاعب المصري. عندك شيكابالا الحين خامس هدافين الدوري بيلعب في الرايد، عندك لاعب مصطفى، يعني عندك قوه منافسه، ويعني انا اقدر انعش الدوري السعودي. اللاعبين المصريين ميزتهم التاقلم السريع ومع اي ظروف لاي انديه لاي دوري، وهذه ميزه. نعم. يعني ميزه قويه جدا يعني. واذا رجعنا حتى للاعبين في تجارب، يعني عندك حسام غالي، عندك عماد متعب، شاركوا في مع انديه النصر والاتحاد وعادوا. نعم. مره اخرى الى الدوري السعودي، يعني هذا يدل على قوة وتأثير اللاعبين المصريين في الدوري السعودي. والجزء الثاني، هل تتوقع وجود لاعبين سعوديين في الدوري المصري قريبا؟ يعني انا اعتقد انها بنسبة اقل. لكن ممكن مع العلاقة القوية هذه، يعني يمكن يكون، لان التجربة بتكون مفيدة للاعب السعودي. ليش؟ سبب بسيط، طبعا الكرة المصرية والافريقية بشكل عام. نعم. كرة قوية. وهو ما يحتاجه اللاعب السعودي، اللاعب السعودي يتميز نوعا ما بالمهارة. نعم. ولكن البنية الجسمانية اقل، فلما يكون هناك احتكاك ويكون هناك خوض تجربة قوية في دوري مثل الدوري المصري، اعتقد ان العائد بيكون ايجابي جدا للاعب السعودي. ومع العلاقة القوية هذه والتبادل الاستثماري والفني والإداري، هذا يسهل المهمة ويسهل الامر. نعم جدا. نعم. بشكل كبير جدا. اشكرك جدا على وجودك معنا، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في هذا الحوار، الزميل الصحفي الاستاذ عبد الرحمن مشبب الصحفي بجريده الرياضيه السعوديه، شكرا جزيلا لك. واعود الى ضيفي نجم الكره المصريه والناقد الرياضي الكبير ورئيس الاتحاد المصري لكره القدم سابقا كابتن عصام عبد المنعم. قبل ما نرجع لحديثنا الرئيسي، تعقيب حضرتك على ما اشار له الاستاذ عبد الرحمن. كابتن عصام، طبعا مسألة الاحتراف وتبادل اللاعبين مسألة يعني لا يمكن توجيهها، ولا يمكن يكون هناك اتجاه إلى أنك تستخدم لاعبين من بلد، أو أنت عايز تقوي
مسألة التبادل، المسألة دي مش موجودة في عالم الاحتراف، لأنه قرار فني بحت بحت منفرد لكل نادي على ضوء ظروفه وعلى ضوء احتياجاته الفنية. فهي ما بي بس هي ما بيفكرش في الجنسية بقى دلوقتي، لما بيفكر في البادجت، بيفكر في ميزانيته. ما هو مش عاي ما مش هيجيب رونالدو مثلا يعني، ما هو كل واحد بيفكر انه يدعم فرقته وبلعيبة تضيف له فنيا وفق ميزانيته المتاحة، وفق ميزانيته. في نفس الوقت هو مقيد بإذا كان البلد بتحدد عدد الأجانب، وكلما تقدمت الكرة في البلد بينتهي أو بيقل القيد على أنك تاخد أجانب، لأنه بتشوف دلوقتي الدوري الإنجليزي، أنا لسه متفرج على الماتش بتاع ليفربول ملوش حد أقصى يعني الفرقة اللي بيلعبها ليفربول فيها ساوثهامبتون، ساوثهامبتون فيها ثلاثة انجليز، ثلاثة انجليز في التيم في ال11. بس هو هنا وصل لمستوى فني وبدني وتسويقي للمسابقة وللاعبين مخليه مش خايف، مش عامل اجراءات حمائية خلاص. لا ما هو ما فيش حماية، لان هو كمان عنده درجة، عنده أربع درجات، درجة أولى تانية تالتة رابعة وكلهم محترفين غير الهواة، وعنده لعيبة من عنده انجليز محترفين بره. فهي المسألة ما بقتش دلوقتي بقى النادي بياخد قراره على حسب احتياجاته، على حسب الميزانية بتاعته، لكن المنتخب بيبص للسكوب. يعني لعيبة مصر لما تبقى بره، المدرب هيشوف كل اللعيبة اللي موجودة، ومش بس اللي في الدوري المصري. فلكن من مصلحة الكرة المصرية مزيد من الاحتراف، بس مزيد من الاحتراف في دوريات أفضل من الدوري المصري. لكن حضرتك لما انا سالت الاستاذ عبد الرحمن عن توقعه لامكانيه انتقال لاعبين او مشاركه لاعبين سعوديين في الدوري المصري، اعتقد ان حضرتك كان الانطباع اللي انا شفته يعني انه معناه انه مش متوقع، ده مش متوقع كثره تجربه وجود لاعبين سعوديين. برافو عليه، برافو عليه. هو لا يعني قصدي ده راي حضرتك. هو كمان ما عندوش الشوفينيه توقع، او ما عندوش يعني احساسه الوطني يغطي على احساسه المهني. ما هو اصل انت بتتكلم بواقعيه، بتتكلم بواقعيه. وما فيش بلد، طب ما السعوديه متميزه عن البرازيل في كل حاجه، في كل حاجه. انما في الكوره البرازيل متفوقه، ما فيش مشكله. يعني ايه، كل بلد عندها عناصر التفوق، فده ما يخليكش تبقى مكسوف او ان انت خجلان ان انت ما عندكش لعيبه تتصدر، ان انت بتستورد، او ما فيش مشكله، انت عندك حاجات تانية بتتصدر اهم. فيعني ايه العقدة دي مش موجودة. المهم ان انت تعمل مسابقة قوية تخلي الناس تستمتع وتخلي الايرادات تيجي والانديه تنتعش. وقد يكون كمان كابتن عصام غير البعد الفني احيانا فارق العمله بين دوله واخرى يخلي انتقال لاعب للدوله اللي عملتها قيمتها اعلى في مواجهه العملتين اسهل له، لان عقده هيكون وحجم التعاقدات في الدوله دي هيساعد على قيم ماليه اعلى، فممكن يكون الاتجاه لذهاب اللاعب المصري الى السعوديه يفيده ماديا في فترات قصيره اكثر من انتقال اللاعب السعودي للدوري المصري. هو بس هو لا، هو العنصر المادي ده عنصر منفصل وتالي في الاهميه. الاهميه هي القيمه الفنيه للاعب، الاحتياج الفني. نعم. يعني هل المستوى الفني بتاع الدوري ده يستحق ان انت تجيب مثلا رونالدو يلعب في الدوري المصري؟ افرض انا معايا فلوس النادي الاهلي مسكه ملياردير كبير قوي ودعمه ماليا، بقال انا مستعد اصرف على كل الصفقات. هيفضل برضه الاحتياج الفني او المعايير والقرارات الفنيه هي الاولويه بالظبط. فهي هو مستوى المسابقه لا يمكن التحكم فيه، وزي ما احنا بنجيب من الاحسن مننا برضو اللي اقل مننا شويه بياخد مننا. نعم. وهكذا. طيب هنشوف التقرير ده مع حضراتكم، نسمع راي الكابتن عصام عبد المنعم بعد متابعه التقرير عن ثلاثي الهجوم اللي بيؤدي موسم وتجربه اكثر من رائعه في النادي الاهلي، واللي بيضع النادي الاهلي ايضا وله دور كبير جدا في حاله التفرد بالقمه والفارق الكبير واتساع النقاط مع اقرب المنافسين ازارو السعيد وايضا اجايي ودورهم الفني وادائهم وحجم الانجاز اللي بيحققوه مع زملائهم ومع الجهاز الفني هذا الموسم. نشوف مع بعض انه صاحب امكانيات عاليه جدا وتوقع منه الكثير، ووليد ازارو يؤكد صحه وجهه النظر او هذه الرؤيه. تعليق حضرتك على هذا التقرير وعلى امكانيات واضافه الثلاثي للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي وازارو تحديدا.
هو انا بسميهم 3 ايه، ازارو واجاي والسعيد، هم الثلاثه ايه يعني. طبعا الهداف ده يعني بيتولد هداف، بيتولد في الملاعب يعني هداف. وفي بقى في حد ما يعني حاسه التهديف مش موجوده، دي حاسه. فالنادي الاهلي الحقيقه محظوظ بانه عنده هدافين سوبر، وعندهم الاحساس بالجول، وشايفين الجول بظهرهم يعني. يعني اجاي ده بيشوف الجول بظهره يعني. ارجو انه الناس دول يقعدوا في النادي فترة طويلة، لأنه أعتقد أن هتجي لهم عروض يعني لا يمكن رفضها. على فكرة ما فيش حد ما بيتباعش، يعني ما فيش حد يعني في الدنيا كلها كده، دي في قاعدة، ما فيش حد ما بيتباعش بالثمن المناسب. يعني أنت عايز تشتري رونالدو، كريستيانو رونالدو، أبيع لك بس هدي لك ثمن، لو قدرت عليه خده، بس كل واحد يتباع بالثمن المناسب. فالنادي الأهلي عنده فاليوبل بلاير، يعني عنده لعيبة ذات قيمة وفي كل المراكز. النادي الأهلي عنده الحقيقة حكمة في التجديد. يعني في فرق بدون ذكر أسماء، يعني شوف فرقتها مثلا من 3 أشهر، شوف فرقتها دلوقتي فرقة تانية خالص، يعني بيجابعين له تجديد شهري في اللعيبة. فاللعيبة ممكن ما تبقاش عارفة أسامي بعض من كتر التغيير اللي بيحصل، لكن أنت عندك ستابيليتي، في استقرار فني بيبقى نابع من استقرار الأعمدة الرئيسية بتاعت إضافات الفريق. محدودة بس مهمة ومؤثرة، يعني إضافات للقوام الرئيسي للفريق في أضيق الحدود، إلا يعني من سيضيف لهذا الكيان أو لهذا الفريق. شوف التشكيل الأساسي التشكيل الأساسي اللي هو 18، اللي بالك التشكيل الأساسي مش 11، التشكيل الأساسي 18، وتدوير اللاعبين وارد باستمرار. التشكيل الأساسي ده على الأقل بيبقى عندك من بين ال 18 دول 14، او من 12 ل 14 دول يبقوا ثابتين، وتقدر تغير في الباقي. يعني تقدر تغير على مدار الموسم، لو جالك بيعه كويسه بيع. فانما هي مساله الحفاظ على شخصيه الفريق وعلى الاعمده الرئيسيه والباك بون بتاع الفريق. دي احنا جالنا خبر عاجل يا كابتن عصام انه المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أعلن على صفحته الخاصة استقالة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق وقبول مجلس الإدارة لاستقالته. يعني ده خبر عاجل وصلنا الآن، لو حضرتك حابب تكمل إجابتك الأول أو تعقب على الخبر الأول كما تشاء. لا أنا صديقي المهندس فرج عامر، صديق العمر يعني، مهندس فرج عامر، وبرضو معلومة خاصة بالبرنامج. المهندس فرج عامر اثناء دراسته في كليه الهندسه كان في فريق العاب القوى بتاع النادي الاهلي، كان بيلعب جري، كان لاعب العاب قوى في النادي الاهلي. فدي معلومه يعني بتدفع فيها فلوس. طيب احنا لو جات لنا تفاصيل اكتر او لاحقا ممكن نعاقب على هذا الخبر لو وقتنا اتسع، لكن نكمل كلامنا عن الكيان او الحفاظ على الاستراكشر او البناء الرئيسي والاساسي للفريق زي ما حضرتك بتتكلم عنه دلوقتي في الاهلي. فهي المساله دي بيتم مراعاتها جدا في بالنسبه للنادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي اكثر الانديه استقرارا. نعم. في النواحي الفنيه التغييرات بتبقى محسوبه، وبيبقى عندك في كل مركز عندك انت نمره 1 ونمره 2 ونمره 3، ونمره 3 ده غالبا بيبقى تحت السن. لكن اداره فرق المحترفين ما يصحش انه يعني، برضو ارجو ان ما يكونش ده فيه اسقاط على انديه اخرى. إدارة فرق المحترفين ما تجيش بقرارات من مجلس الإدارة. مجلس الإدارة حتى في النادي الأهلي، حتى في النادي الأهلي لما يبقى رئيسه صالح سليم أو رئيسه محمود الخطيب لا يتخذ قرارات فنية. إنما ممكن يبقى صالح سليم أو محمود الخطيب في لجنة. لجنة فنية هي اللي بتتولى. وده اللي حاصل في النادي الأهلي حاليا، ده الشكل السليم. إنما إنه 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 مجلس الإدارة أو رئيس النادي اللي هو ملوش علاقة بالرياضة ولا إنه ياخد قرارات ويبيع ويشتري، بتحصل ربكة في الفريق. نعم. شخصية الفريق وملامح الفريق بتبقى مشوهة. عندنا أسئلة كتيرة جدا في وقت قليل جدا متبقي، فحمشي سريعا بهذه الأسئلة وأطلب حضرتك تجاوب عنها في أسرع وقت ممكن. هنرهقك معانا في الجزء الجاي من الحوار يا كابتن عصام.
ليه دايما كنت اول اختيار عندما تحدث ازمه ونحتاج الى مسؤول يدير فتره انتقاليه او فتره مضطربه في الوسط الكروي؟ كان دايما اسم الكابتن عصام عبد المنعم هو اول اسم يتم اللجوء اليه كرئيس الاتحاد الكروي. يسأل بقى الوزراء والمسؤولين اللي خدوا القرار ده، انا يعني ما مش هقول يعني، انما كنت بحاول ان انا اطبق التعليم اللي اتربيت عليها في النادي الاهلي وفي بيتي من اسرتي يعني ومن اسرتي الكبيره في النادي الاهلي، انه الحق حق ان يتبع. وده كان بيساعد على تكرار التجربه اللي كانت الامور بتستقر في الوقت اللي حضرتك بتتولى فيه الامور. كانت الامور بتستقر بس ما كانش حد يقدر يستحملني فتره طويله. ما انه الناس مش متعوده على الطريقه دي. فبتبقى فتره قصيره 3-4 مرات يعني بتحصل. ليه لم تذهب او ليه حضرتك قررت عدم خوض انتخابات اتحاد الكوره؟ لا، هو انتخابات اتحاد الكوره يعني دي كانت مرحله. يعني في الواحد بيقسم حياته لمراحل، تشبث بمرحله معينه واستمرارها اكتر من اللازم ما بيكونش في صالح التاريخ الشخصي يعني. وبعدين شايف ان هاني ماشي كويس، وهاني برضو اتربى معانا، اتربى يعني انا كنت رئيس، كان مرتبط بالكيان في الوقت ده وكان عضو مجلس، كان رئيس منطقه بورسعيد وكان بيجي ممثلين للمناطق في مجلس الاداره، فهو جه واشتغل معانا يعني في المجلس وانا كنت رئيسه، وكان مبشر انه هيبقى قياده كويسه. طيب حضرتك لك تجربه مع المنتخب الوطني الاول لكره القدم عام 90 في نهائيات كاس العالم، كنت منسقا للمنتخب الاول، شايف ازاي اهميه الفتره دي؟ معسكر سويسرا القادم واللي بيعلن عنه من خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء القادم للشركه المنظمه لهذا المعسكر وللمباريات الوديه اللي هيخوضها منتخبنا الوطني، شايف الفتره الاخيره او اللمسات الاخيره كيف تراها لاستعدادات منتخبنا لكاس العالم؟ مش هنقدر نقارنها باللي احنا كنا بنعمله، كل وقت كان مختلف لان الجوهري ساعتها طلب ايقاف النشاط ووقفنا النشاط، والمنتخب كان متفرغ لجولات ومباريات داخل مصر وخارج مصر، موسم خلص يعني، موسم اتلغى. دلوقتي انت مش هتقدر تعمل كده عشان الاحتراف والكلام ده. يعني انا الحقيقه ما يعني ما مش معجب قوي بالمدرب بتاع المنتخب كوبر الموجود. ليه؟ يعني قراراته الفنيه عليها يعني مآخذ كثيره جدا، انما هو محظوظ بانه عنده مجموعه من المحترفين شايلين. هل تقصد هنا قراراته الفنيه بمعنى اختياراته للاسماء اللي بيضمها للمنتخب او اللي بتبدا المباريات كتشكيل اساسي، ولا ادارته للمباراه نفسها؟ ادارته للمباريات. ادارته للمباريات. فنتمنى انه يعني نكون احنا يعني مش على حق وهو يكون على حق، لانه في النهايه منتخب مصر يعني. وفي ناس بتتكلم او بتضم صوتها لصوت حضرتك في الجانب المتفق فيه مع هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، بانه بالارقام حتى لو اختلفوا معاه فنيا في الرؤى او انتقدوا اسلوبه او شكل اداء الفريق وقراراته بالتغييرات خلال المباراه نفسها، لكن بيقولوا الارقام هي المعيار الرئيسي للحسم وهو يسير جيدا وفقا للارقام. هل تتفق معهم ام تختلف؟ لا، هو اصله ما حدش يقدر يقول انه المدرب هو اللي بيكسب او بيخسر الفرقه. طب مسكه بوركينا فاسو وخليه يروح بيها كاس العالم يعني. وعنده لعيبه، وعنده منتخب محترم جدا، وعنده لعيبه عندها خبرات دوليه محترفين خارج مصر ونجوم يعني، فهو ما بيعملش معجزه يعني. طيب هل حضرتك متوقع ان نتخطى الدور الاول، او بما اخلي السؤال مفتوح اكتر ومتاح فيه كل البدائل، ما الذي تتوقعه لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في روسيا في 2020؟ لا، مجموعتنا صعبه احنا، بس نرجو ان احنا نعمل ماتشات كويسه في الدور الاول يعني. مجموعتنا صعبه والتقدم فيها للدور الثاني صعب. يعني حضرتك لا تميل الى التوقعات الاكثر تفاؤلا اللي بتقول هنعمل مفاجاه مقارنة بمشاركتنا اللي فاتت اللي خرجنا فيها بعد يعني الدور؟ انا يعني مش عامل توقعات لوترية، انا حسابات يعني. لا، الاقرب لرؤية حضرتك فنيا يعني. الاقرب ان احنا ان شاء الله نعمل ماتشات كويسة، نتمنى ذلك، انما احنا مش هنصعد للدور الثاني. لا تتوقع الصعود للدور الثاني. طيب تجربة نجم الكرة المصرية وصاحب تجربة، اراء كثيرة بتقول انها الانجح على الاطلاق في مشوار اي لاعب مصري خرج الى القارة الاوروبية، محمد صلاح، شايف تجربته ازاي؟ تجربة صلاح الحقيقة يعني شيء يدعو للفخر لكل واحد منتمي لأسرة كرة القدم، لأنه الحقيقة شخصيته تتوازى في تفوقها مع موهبته، ولذلك هو الحقيقة يعني عنوان ودعاية لمصر وللكرة المصرية شيء محترم جدا.
اهم حاجه فيه السلوك الرياضي اللي هو يعني لا يعترض ولا يعمل انفعالات زياده ولا طرف في مشكله. اداء فني راقي جدا. مساله مش محمد صلاح سبرينتر يعني يكسب سباق 100 متر. ده كنترول الكوره بتاعه مش موجود في كتير من لعيبه العالم الاوائل. يعني عنده بول كنترول في مسافات ضيقه هايل جدا. قدرته على المراوغه، دقه التسديد، لو اضطر يلعب برجله اليمين بيلعب برجله اليمين صح. التايمنج بتاعه حتى بدا يغير من نفسه او يكتسب خبرات اكتر يا كابتن عصام. يعني بدا يلعب بطريقه بامكانات عاليه في مراكز ما كانش متميز فيها لما بدا تجربته الاحترافيه. يعني كان بيلعب دايما على الاطراف اكتر. دلوقتي حتى دور البلاي ميكر او انه يهدف من المنطقه دي المواجهه للمرمى بقى اداؤه فيها اكثر ثقه بكتير. هو غالبا يا بيلعب راس حربة يا بيلعب طرف يمين. بس هو المدرب بيديله الحريه. يعني بيديله الحريه انه يلعب في الثلاثة المهاجمين اللي قدام، بيتحرك في أي منطقة في الجزء ده من الملعب. وده شيء بيساعده، والمدرب ذكي جدا انه بيديله الحرية دي. شايف ان اللاعب ده الامكانيات اللي عند محمد صلاح تخليه اكثر احتياجا الى تحرير ادائه في الملعب في المساحة دي. صلاح يعني انا نفسي وارجو انه ده يحصل قريب انه يبقى موجود في ريال مدريد او برشلونة في الموسم اللي جاي ان شاء الله. لانه مع يعني كل ما اللعيب كويس لما تكون الفرقه كلها فيها لعيبه كبار ونجوم هو بيزيد اكتر. مش العكس، مش ان هو يبقى باين في وسط لعيبه نص نص، لا ده هو لو في وسط التوب ستارز دول بتوع برشلونه وريال مدريد هيزودهم وهو هيزيد جدا. فيعني هو ده مكانه. يعني ارجو انه اذا ما كانش السنه دي يبقى وشايفه يستحق ده فنيا في الفتره دي انه يقدر خلاص يؤدي بشكل كويس في الفريقين دول اللي هو خلاص قمه انديه كره القدم في العالم. حضرتك لو عملت منتخب العالم لا يمكن تتجاهل محمد صلاح. عظيم، نتمنى له طبعا كل التوفيق. وزي ما قال الكابتن عصام عبد المنعم هو تجربه مشرفه للرياضه المصريه ولكره القدم المصريه، وامر طبعا في دعايه لمصر وللمجتمع المصري وللرياضه المصريه بشكل عام. اخيرا هختتم مع حضرتك برايك في الاتحاد الحالي لكره القدم، كيف ترى اداؤه خاصه في الاعداد لكاس العالم والتحضيرات الخاصه بالاعداد لمنتخب مصر قبل الذهاب الى روسيا 2018. هل اجابه حضرتك عن رايك في خبرات المهندس هاني ابو ريده بتحمل ضمنيا رضا عن اداء اتحاد الكره في الفتره دي ككل، ولا بتفصل بين الامرين؟ لا، هو انا طبعا انا عندي ثقه كامله في مجلس اداره الاتحاد وفي الكوادر الموجوده فيه في ان هم هيعملوا احسن حاجه بالنسبه للمنتخب. وده شيء الحقيقه يعني انا واثق منه تماما، وهيوفروا كل ما يمكن ماديا وفنيا وكل حاجه. انما على مستوى الدوري المصري انا باخد على الاتحاد التاخر في مسألة الجماهير، وإن هو كان لازم الفترة اللي ما فيش فيها جماهير دي الملاعب تكون بتدرس والحاجات اللي ناقصة فيها تتعمل أمنيا، وإنه 25% من سعة المدرجات ده أقل عدد ممكن 25%، إنما الأرقام الهزيلة حضرتك مش راضي عن رقم 300 متفرج. ما هو دلوقتي في 500. ما هو الناس بتقول إن ده اللي موجود ولا مش موجود. وبعدين هتطبع تذاكر ل 300 واحد وتبيعها لهم، يعني مسألة فيها هزل، فيها كثير من الهزل. يعني أنا شايف إنه يعني ربع ساعة المدرجات تبقى يعني كحد أدنى للبداية. كحد أدنى للبداية، يعني لو الاستاد بياخد 60,000 أحط 15. مقسومة على الفريقين متاح. يعني بالزبط. هنا 7,500 لمشجع للفريق ده. اذا كنت ضعيف في الحساب مش هتعرف تقسم 15، خليهم 10 5 و5 كده اسهل. بس حضرتك شايف انه ده هيدي روح، هيدي وجود، احساس بوجود جماهيري حقيقي في الاستاد. طبعا. نعم. اصله هي المساله كمان مرتبطه بان انت لعيبتك صحيح ما عندناش كتير قوي دلوقتي لعيبه منتخب في الدوري المصري، لكن اللعب وسط الجماهير ده شيء مهم جدا. اكيد. الرد الفعل السريع للعبه بتاعتك، للاخفاقه، للترقيصه، للشوطه، الهال مع كل الكلام ده شيء مهم جدا، لان انت هتلعب في اجواء بالشكل ده. فما انا حطك في حضانه وبعدين هطلعك. يعني حضرتك شايف انه مؤثر على اللاعبين غياب الصوت ده والصدى ده وردود الافعال الجماهيريه دي مؤثره جداً سلبا على اداء اللاعبين في الملعب. بالتاكيد مؤثره كمان على
قدرته على التعامل النفسي مع الظروف المعاكسة. يعني انت لما تبقى جمهور ضدك هل هتتلخبط؟ مش هتعرف ولا هتقدر تمسك نفسك لغاية ما تعود؟ يعني دي مسألة كلها قوة الاحتمال يعني دايما فيها. أسعدتنا جدا بوجودك معنا النهاردة كابتن عصام، ولسه في قضايا كتير إن شاء الله نستمع إلى رؤيتك بشأنها في الفترة الجاية، ويستمر الحوار معك دائما أبدا نسعد بوجودك معنا على شاشة قناة الأهلي. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. نشكر نجم النادي الأهلي سابقا والرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم والناقد الرياضي الكبير الكابتن عصام عبد المنعم، كان ضيفا علينا في فقرة من فقرات الأهلي في كل مكان. فقراتنا مستمرة، فاصل ونعود، وهيكون معنا في الاستوديو كل من الناقد الرياضي الكبير الأستاذ جمال الزهيري والناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. ابقوا معنا.